يمول له الذهاب بعيدا في هذه المنافسات. هو الذي يبحث عن ثاني لقب له على المستوى القاري بعد ذلك الذي توج في 1985. هناك المعروف يمرر إطابة هدف لفريق الحس الملكي في الدقيقة الثالثة. هدف يمكن نقول أجمل شيء ممكن يتمكن يعني الإنسان ينتظر في ملعبه وش الهدف في 5 دقائق الأولى وأمام فريق كبير اللي هو قيمة فريق أشانتي كوتوكو. إذا هدف للتفر هدف من الروعة بمكان والمشير واللاعب ودوا الجواد. هدف جميل ولكن كل صنعة وكل خدمة كان وراء المعروفين نزل طريقة جميلة ودوش. إذا هدف جميل لفريق الجيش الملكي وبالتأكيد سنشاهد إعادة والمشير واللاعب أجدو الاعتبار بالتشابه كبير ما بين أجدو ودو. إذا المشير وأجدو هدف من روعة بمكان. التمريرة كانت ديال عالي الدرج الكرة توصل المعروفي والمعروفي نقل كرة وهم كل المدافعين بطريقة جميلة عاكس الحارس لويس. إذا أجدو يفتتح حصة التسجيل 1-1 الآن على اعتبار نتيجتي الذهاب.